بسم الله الرحمن الرحيم. هنتكلم عن وورد 2016، وده في المنهج الجديد لنيو اي سي دي ال. هنتعرف على البرنامج وبنستخدمه في ايه، لكن هنركز في الفيديو ده على الانترفيس او واجهه البرنامج او سكرين لي او تقسيمه شاشه البرنامج، لان لو اتعرفت على الواجهه الرئيسيه وكل مكوناتها هقدر استغلها واستفيد بها اكبر استفاده، وهيسهل عليا التعامل معه وفهم البرنامج نفسه. بداية البرنامج ممكن يكون متثبت عندي على اللوكال ماشين او الجهاز بتاعي، بفتح ستارت منيو لو عندي اوفيس 2016 على سبيل المثال، او اوفيس 365 اللي هنشرح عليه، احنا هنتكلم عن ويندوز 7. بفتح البرنامج ايا كانت الطريقة، ممكن يكون على التاسك بار بضغط عليه بيفتح البرنامج، وهنا اوفيس 365 اللي هو احدث نسخة اوفيس، بيفتح لي حاجة اسمها ستارت سكرين او شاشة البدء عشان ابدأ اشوف انا هفتح ملف بلانك دوكيمنت، ملف فاضي من الصفر هبدأ، ولا عندي قوالب جاهزة هحاول اقلدها، او حتى عندي ريسنت دوكيمنت الملفات المستخدمة حديثا او مؤخرا ممكن افتح من خلالها. انا هفتح البلانك دوكيمنت، ممكن اعطل الميزة دي عشان افتح زي اوفيس 2010 بشكل افتراضي على بلانك دوكيمنت او ملف فارغ او مستند فارغ، ودي بنغيرها من الاوبشنز. الاوبشن بتاعت الوورد من فايل بختار اوبشنز او خيارات باللغه العربيه، وفي الجروب او التاب اللي اسمه جنرال هنزل في الاسفل واختار الاحظ شو ذا ستارت سكرين وين ذيس ابلكيشن ستارت. لو عايز افتح عادي يفتح لي على بلانك دوكيمنت، اشيل التشيك بوكس من على شو ذا ستارت سكرين شاشة البدء. لو انا قفلت دلوقتي برنامج الوورد وجيت افتحه هيفتح لي كالنظام القديم المعتاد اللي انا متعود عليه. وطبعا برنامج مايكروسوفت وورد من اشهر برامج تحرير النصوص، او بعمل بيه مستندات دوكيمنت، ممكن بعمل بيه كتب، وطبعا اغراض الكتابة المتعددة. بداية عايزين نتعرف على الواجهة اللي هتسهل عليا التعامل مع البرنامج نفسه. انا هعمل نص عشوائي بدالة ران واشوف هنا ازاي اقدر اتعامل مع البرنامج من خلال الواجهة بتاعته. اول حاجة هنا بلاحظ هنا التايتل بار شريط العنوان فوق فيه كلوز باتون، الزر ده اللي بقفل بيه. هنا ريستور داون وماكسمايز باتون، بكبر وبملي الشاشة وبستعيد النافذة تاني. هنا مينيمايز تصغير، بيصغر البرنامج ويخليه في التاسك بار عشان اضغط على التاسك بار تاني واعمل له عرض تاني. هنا اداة للتحكم في الريبنز، الريبنز اللي هي الاشرطة، ريبن ديسبلاي اوبشنز. الريبنز دي اللي احنا هنتعامل معاها ازاي اظهرها واخفيها. لو ضغطت على السهم في 2016 بلاحظ هنا بيقول لي اوتو هايد ريبنز، اخفيها. يبقى الريبنز الاشرطة دي الادوات اللي هتعامل بيها مختفية لتكبير مساحة الشغل بتاعتي، الورك اريا، مساحة العمل. طب انا لو احتجت اداة بعمل ايه؟ هي اوتو هايد، بضغط كليك على الشريط كده بتظهر، واختار الاداه اللي انا عايزها ومجرد ما ببعد عنها بتختفي، يبقى دي اوتو هايد. ممكن اغير الاوبشن ده من خلال اوتو هايد واخليه طبعا شو تابس فقط، يظهر لي التابس، يظهر لي كده الاسماء. اضغط برضو على كلمه هوم وانسرت وديزاين وبعدين ببعد، بلاحظ التابس بس هي اللي ظاهره عندي او عناوين الريبنز بتاعتي. الاوبشن الاخير بيقول لي شو تابس اند كوماندز، هيظهر لي التابس دي والاوامر نفسها مره واحده، وده الوضع الديفولت او الافتراضي. اذا من الاداه دي اقدر اتحكم في طريقه ظهور او اختفاء الريبنز الاشرطه اللي هي بتحتوي على التابس والكوماندز والاوامر، يعني اسم القائمه وكذلك الادوات اللي تحتيها. هنا بلاحظ ان فيه اسم من بين 2013، الفيرجن 2013 وطالع، ان انا بخزن الملفات بتاعتي على الكلاود او السحابة، مكان تخزين اخر على الانترنت، فلازم يكون لي اكاونت او حساب. الاكاونت ده لازم يكون ايميل على طبعا شركة مايكروسوفت اوفيس وباسورد، بحيث لو حبيت احفظ الملف ده على الانترنت بيكون على حسابي، وافتح ملفات بتكون على حسابي برضه. من فايل بلاحظ حاجة اسمها عندي اكاونت، الاكاونت الحسابات. هنا الحساب بتاعي اهو، اسم الايميل بتاعي على الشركة، ولازم اظبطه في الاول، ممكن بعد كده اعمل ساين اوت تسجيل خروج وبعدين سويتش اكونت لو عايز ابدل اكونت تاني. المهم كل ده عشان لما اجي احفظ الملفات بحفظها على السحابه بتاعتي اللي محجوزه باسمي، فلازم هنا يكون ليا اكونت على
الحساب ده. طبعا ممكن شخص يشتغل على اللوكال ماشين على الجهاز بتاعه، مش هيخزن على الانترنت، مش هيتعاون على الانترنت، فمش شرط يسجل في الحالة دي اكونت ويشتغل بشكل لوكالي او محلي على الجهاز بتاعي. بعد كده اسم البرنامج واسم الملف. وبلاحظ ان ممكن استغل الجزء ده كمان لو بيعمل حفظ، بيقول لي سيفنج، وطبعا بيعرفني تم الحفظ فين وهكذا في التايتل او في عنوان البرنامج واسم الملف بالشكل ده. بلاقي هنا على الشمال بحسب طبعا اتجاه اللغه بتاعتي الانجليزيه شريط اسمه كويك اكسس تول بار. كويك اكسس او شريط الوصول السريع، عندي ادوات بوصل لها بسرعه. انا بلاحظ اداه مثلا او كوماند زي بولد على سبيل المثال موجود داخل الريبن هوم، داخل الجروب اللي اسمه فونت، الامر اسمه بولد. لو حبيت اوصل له وانا في داخل في الريفرنسز على سبيل المثال، لازم ارجع للهوم عشان اقدر اشوفه واقدر اتعامل معاه. اما لو حطيته على الكويك اكسس تول بار وكنت واقف في اي ريبن من دي، اي شريط من ده، مش هحتاج ان انا ارجع لهوم. طب اثبته ازاي على الكويك اكسس تول بار؟ باجي على اي اداه بعمل كليك يمين واقول له اد تو كويك اكسس تول بار، هينضاف للكويك اكسس تول بار وانا اتنقل بعد كده في بين الريبنز، او حتى زي ما اتفقنا اصلا هخفي الريبن، وبلاحظ بعد كده اما بخفيها ان بتكون موجوده على الكويك اكسس تول بار بالشكل ده. حتى لو الادوات كلها اختفت بلاحظ ان بولد هيفضل ظاهر عندي لانه موجود في الكويك اكسس تول بار. يعني ممكن اجمع الادوات اللي بشتغل بيها او الاكثر استخداما واقول اد تو كويك اكسس تول بار وتنضاف على الكويك اكسس تول بار، بحيث انا بعد كده مش هحتاج الكوماند الكتيره بتاعتي. اشيله ازاي من الكويك اكسس تول بار؟ من كليك يمين واختار ريموف فروم كويك اكسس تول بار. كذلك في يعني كوماندز او ادوات بتظهر بشكل افتراضي، هي طبعا موجوده عندي علامه صح تشيك بوكس، ممكن انا اغير واضيف واقول له مثلا حط لي كويك برنت على سبيل المثال، تقوم تتحط من هنا. كمان ممكن اخلي الكويك اكسس تول بار بالشكل ده بلو ذا ريبن في الاسفل او في اعلى الريبن، بغير موضوعه اتحكم فيه من خلال السهم ده. عرفنا دوره وعرفنا ازاي نتحكم فيه. الجزء الاكبر والاهم في البرنامج هو جزء الريبنز او الاشرطه. الريبنز او الاشرطه مقسمه الى مجموعه من التابس زي هوم وانسرت وديزاين لاي اوت ريفرنسز او ريفرنسز وميلينج ريفيو وفيو وهيلب. كل دي عباره عن ريبنز موجوده عندي، بالاضافه لريبنز اضافيه هتظهر لكن عند الحاجه، بمعنى لما حضرتك صوره هيظهر لي ريبن جديده باسم بيكتشر تول، وده تحتوي على فورمات او طريقه لتنسيق الصوره. بمجرد ما بدرك صوره وبحددها بلاحظ حاجه اسمها كونتكستوال ريبن بتظهر عند الحاجه اللي اسمها هنا بيكتشر تول، وفيها تاب اسمها فورمات للتعامل مع الصوره. بمجرد ما بضغط بره الصوره بلاحظ ان الريبن اختفت، وكذلك للتعامل مع الجدول وغيره. اذا الريبنز دي اساسيه، بالاضافه للريبنز بتظهر اثناء احتياجي ليها عند التعامل مع الصور مثلا والجداول والشيبس والاشكال والدرونج وهكذا. يعني كل ريبن او شريط من ده او تاب مقسمه الى جروبز في الداخل، زي جروب في هوم ريبن هوم، جروب اسمه فونت، جروب اسمه اخر باراجراف، ستايل، اديتنج وهكذا. كل جروب من دول بيحتوي على كوماندز او اوامر. الامر هنا اصبح مش مكتوب، اصبح عباره عن ايقونه، ودي حاجه سهله لما بحفظ الايقونه بقدر اتعامل معاها. عشان اتعرف على دور الايقونه بقف عليها كده بالمؤشر، بيحصل ديسكريبشن قال لي بولد واختصارها كنترول زائد بي، ومعناها او بتعمل ميك ذا تكست او يور تكست بولد، شرح لي الوظيفه. انا بقى التعامل بعدين بحفظ الادوات من خلال الايقونه بتاعتها او رسمتها، مش محتاج بقى، مش فارقه معايا هنا لغه عربي انجليزي، لكن انا بتعامل مع ايقونات او مع رسومات، وده بيسهل التعامل مع اوفيس الحديث طبعا، غير المنيو سيستم او نظام القوائم اللي كنت ادخل فيه نصوص وكلمات وبدي اترجمها. بلاحظ ان شكل الكوماند بيختلف، في كوماند زي ده مثلا او امر او بيسمح لي بالكتابه، هنا تكست بوكس ممكن اكتب، كمان في سهم بيسمح لي بالاختيار. اذا طالما في سهم سمول ايرو بالشكل ده في خياراتي، في هنا اوبشن للاداه دي زي اندرلاين تحتها خط، بلاحظ ان ممكن اعمل اندرلاين عادي خالص وبعدين الاقي دبل اندرلاين وبعدين الاقي تاني سيك اندرلاين وكذلك داش ودوت وهكذا. يعني اذا في اوبشن طالما لقيت سهم، لو لقيت مساحه للكتابه اذا مسموح لي بالكتابه. يعني هنا الفونت سايز او حجم الخط بيديني 8 9 10 11 12 14، لو عايز اكتب 13 على سبيل المثال او 15 بالنسبه للسايز بتاع الخط ممكن بيسمح لي باني اكتب.
ممكن الاقي كمان في نهاية الجروب حاجة اسمها تكست او دايلوج بوكس لانشر، دايلوج بوكس لانشر او مشغل المربع حواري اضافي، او نقول مور اوبشن بنسميه خيارات اضافية. لو ضغطت عليه بيفتح لي دايلوج بوكس فيه خيارات مور اوبشن مش ظاهرة عندي هنا في الريبن. ممكن الاقي خيارات زي مثلا دبل سترايك ثرو، انا عندي اداة هنا بتعمل سترايك ثرو او خط كده بتشخبط على الكلمة، ممكن اخليها دبل على سبيل المثال. اذا في اوبشنز اخرى ممكن ما تكونش ظاهرة عندي في الريبن، ممكن اجيبها من الدايلوج بوكس بالشكل ده. بقدر كمان اتحكم في الريبنز دي او في الجروبات دي، ايه الادوات اللي تظهر؟ لو حبيت اتحكم فيها من خلال فايل بختار الاوبشنز او خيارات، من خلال خيارات بختار كاستمايز ريبنز او تخصيص الريبنز دي، وابتدي اشوف هنا ايه اللي انا احبه يظهر. ممكن اعمل لنفسي جروب واسميه باسمي واحط فيه مجموعة ادوات زي ما انا عايز. كمان في مساحة ان انا اعمل جروب هنا ويبقى في جروب فيه الادوات اللي انا بشتغل بيها. كمان في السهم هنا بقول لي كولابس ذا ريبن، الريبنز دي ممكن اعمل لها كولابس او طي، واختصارها طبعا اف واحد اللي هي نفس الاوبشنز الموجودة عندي هنا. ممكن اضغط من خلال السهم ده وقال لي اف 11 طبعا بيعملها، وبرجعها من نفس الاداة شو تابس اند كوماند وهكذا. ممكن نلاحظ ان شكل الريبن يختلف من جهاز لجهاز بحسب الشاشة، لو شاشة عندي كبيرة ممكن بيضمهم مع بعض الجروبات دي وهكذا، ولو كبيرة بيفردها، لو صغيرة بيضمها، فممكن شكل الريبنز يعني يختلف بحسب مساحة الشاشة بتاعتي او الريزولوشن او دقة الشاشة زي ما احنا بنظبطها. بعد كده الريبنز في الرولر او المسطرة، المسطرة موجودة عندي. من خلال فهمي لوجود المسطرة، السبب في وجود المسطرة ان لو عندي على سبيل المثال خط مرسوم بعرف مساحته من خلال المسطرة بالنظر كده. طيب لازمتها ايه المسطرة؟ لان لو كبرت الزوم بتاع الشاشة او صغرته المسطرة بتكبر وبتصغر معاها، اذا ما اقدرش اجيب مسطرة خارجية اقيس بيها على الشاشة انها مش هتديني القياس الحقيقي. القياس الحقيقي بيكون ظاهر على المسطرة بتاعتي. على سبيل المثال انا رسمت لاين بالشكل ده، بلاحظ ان العرض بتاعه او المساحة بتاعته هو 5 سنتي، بلاحظ ان باين على المسطرة ان هو 5 سنتي. لو انا زودت الزوم على سبيل المثال بلاحظ ان في الرؤية لو جيت اقدره بالنظر هيبقى اكتر من 5 سنتي، كذلك لو صغرته بلاحظ ان بيكون اقل من 5 سنتي بالنظر. اذا سواء انا ما اقدرش اعتمد هنا على النظر، لكن القياس ثابت عندي على المسطرة، ولاحظ ان المسطرة بتكبر وبتصغر مع الزوم، لاحظ ان هي بتكبر وبتصغر مع الزوم. اذا المسطرة بتبين لي القياس الحقيقي لو احتجت لها، بتبين كمان المساحة اللي بكتب فيها المتاحة ليا، وبيبين لي الهوامش، مساحة الهوامش بتكون غامقة على المسطرة بيعرفني المساحة دي مساحة الهامش. طبعا ممكن استغل المسطرة في اني اتحكم في مساحة الهامش، وبعدين هنتعرف ازاي نتحكم في المارجنز او الهوامش من خلال اما المسطرة او من خلال القائمة اللي اسمها بيج لاي اوت على سبيل المثال. اذا المسطرة بتبين لي المساحة اللي هكتب فيها والمساحة المخصومة اللي مش هكتب بيها اللي هي الهوامش. القياسات الخاصة بالمستند بقدر استغل فيها المسطرة زي ما احب اعمل تابس فيما بعد، لما نشوف ازاي اتحكم في مسافة بتاعت قفزة تاب زوار تاب بقدر احدد ده من خلال برضو المسطرة. بعد كده في سكرول بار، السكرول بار ده بستخدمه في التنقل بين الصفحة والصفحات العديدة من خلال السكرول بار اللي موجود عندي. ممكن يبقى فيرتيكال وممكن يبقى هوريزونتال، ممكن يبقى لو عندي بالعرض الصفحة عريضة بالشكل ده ومش ظاهرة ممكن بستخدم السكرول بار لتحريكها على الشاشة، ده اسمه سكرول بار. بعديه على طول في اسفل الشاشة حاجة اسمها ستيتس بار، ستيتس بار شريط الحالة، بيبين لي هنا بيقول لي بيج 1 اوف 1 عدد الصفحات، كذلك الوردز عدد الكلمات، كذلك اللغة اللي بكتب بيها. ممكن استغل بقى الستاتس بار لتغيير بقى الحاجات دي، يعني لو عايز اغير اللغة بضغط عليه على واختار اللغات وابدلها، كذلك الوردز لو عايز اعرف ستاتكس او احصائيات عدد الكلمات وعدد الصفحات والمسافات وهكذا بضغط على كلمة وردز. عايز اتنقل لصفحات على سبيل المثال هنا بيج 1 اوف 1 بضغط عليها بيفتح لي هنا النافيجيشن، ممكن اكتب عدد او اوصل للصفحة اللي انا عايزها واتنقل من خلالها. كذلك ممكن اضيف بعض الاوامر على الستاتس بار، ان انا بعمل كليك يمين على سبيل المثال عليه بيظهر الاوامر المتاحة، ممكن كابس لوك، كابس لحروف الكابيتال والصمول، لو ضغطت على حرف كابس على سبيل المثال هنا ادالي اشارة ان انا لو في الحالة دي هكتب كابيتال كاركترز، ممكن هنا في الحالة دي اكتب كابيتال. طيب لو انا ضغطت من لوحة المفاتيح على زرار كابس بيفصل، فهنا ادالي اشارة او اعلام ان مش هكتب كابس،
فممكن اعدل في كمان في ايه اللي ممكن يظهر على التستس بار، ممكن اخفي اللغه من هنا، لو حبيت اخفيها كمان ممكن اعمل كليك يمين واجي على الامر الخاص بها هنا وادور على اللي انا عايزه اخفيه، سواء هنا اللانجوج زي ما قلنا او وورد كاونت مش عايزها تظهر، وهكذا بتحكم في الستاتس بار. موجود على الجزء اليمين منه بحسب برضو اتجاهي حاجه اسمها فيوز او طريقه العرض، حاجه اسمها ريد مود طريقه القراءه بيها، بيحول لي الصفحات كانها كتاب ريد. انا مش محتاج طبعا ادوات، ولو عندي صفحات للكتاب بقلب فيها من خلال الاسهم بالشكل ده. ده وضع او تخطيط القراءه. اذا لو انا بقرا الكلام المكتوب مش محتاج ادوات لان مش هعدل، محتاج بس زرار اقلب بين الصفحات، ده وضع اسمه ريد مود. عنده وضع تاني اسمه برنت لاي اوت، وده الديفولت او الافتراضي وضع الطباعه، وده بيحكمني طبعا بالهوامش وكذلك الفواصل بين الصفحات. ليه فواصل بين صفحات؟ لان انا مضطر في النهايه هطبع، طالما انا هطبع لو هطبع فانا ملتزم بمساحه ورقه، مساحه الورقه بتنتهي عند مسافه معينه. لو انا جيت هنا وعملت صفحه اخرى بالشكل ده ولاحظ ان فيه فاصل او مساحه بين الورقتين، لان ملتزم بمساحه الورقه، وده اسمه برنت لاي اوت. عندي وضع اخر اسمه ويب لاي اوت. ويب لاي اوت ويب يعني نت، بيظهر لي المستند او الكلمات كانه على الانترنت، مش بيتجاهل طبعا الهوامش، بيتجاهل علامات مائيه، بيتجاهل الفواصل بين الصفحات، بيظهر لي كان النص مثلا مكتوب على بوست في الفيسبوك مثلا. انا بلاحظ ان على الفيسبوك ممكن يبقى البوست طويل جدا مفيش فواصل صفحات، لان مش مخصص للطباعه لكن مخصص للويب. انا ممكن اظهر او اعرض المستند بتاعي باي عرض انا عايزه او باي طريقه عرض، واحنا الديفولت بتاعنا طالما هنطبع هو البرنت لاي اوت. بعد كده في زوم سلايدر، نسبه تكبير المستند بتاعي على الشاشه. لو عندي الشاشه كبيره فانا بكبر على قد الشاشه وبستغل كل مساحه فيها، بس المنطقه الرماديه دي انا ممكن اكبر وعشان استغلها، ممكن اكبر جدا جدا عشان اشوف، وممكن اصغر جدا جدا لو عندي اكتر من صفحه وعايز اشوفهم مره واحده. اذا الزوم بيتحكم في طريقه عرض المستند على الشاشه، وده ملوش علاقه بالطباعه، يعني سواء كبرت الزوم جدا او صغرته جدا ده في نظري عشان انا اشوف المستند، ملوش اي علاقه بالطباعه. اللي له علاقه بالطباعه الحجم الفعلي للخط، الفونت سايز، وهنتكلم في ده فيما بعد. ممكن كمان استغل الزوم سلايدر، رقم هنا 130%، بضغط عليه ويفتح لي هنا الدايلوج بوكس بتاع زوم، وبقدر اتحكم في الارقام الجاهزه، اقول له نسبه 200% او نسبه 100% او 75 او نسبه بيج ويدز او ميني بيجز لو عايز اكتر من صفحه وهكذا، او بيرسنت، بختار طبعا البرسنتج بتاعتي او النسبه المئويه للزوم اللي انا عايز اتحكم فيه. طبعا الشخص المختلف اول ما بيفتح الجهاز بيظبط الزوم بتاعه عشان يبقى شايف، والرؤيه بتكون معاه واضحه. لو شفت شخص مصغر بالشكل ده وشغال ومش عارف انه يقدر يستغل المساحات الرماديه دي، يعرف على طول ان هو مش محترف ومش قادر يستغل الميزات اللي بتسهل عليه التعامل مع البرنامج. التعامل مع الاوفيس 2016 وطالع 2019 سهل جدا بسبب الريبنز او الاشرطه دي. كل الاوامر اصبحت ظهر قدامي في ايقونات، انا يا دوب احفظ شكل الايقونه، ولو دققت في الايقونه كمان هفهم هي بتعمل ايه. يعني لو احنا ركزنا لثواني مع رسمه الايقونه هنقدر نستنتج، ما قدرناش نستنتج بيجيب لي هو ديسكريبشن او شرح ليها، سواء طبعا بالعربي او بالانجليزي. اللي فضل من السيستم القديم او المنيو سيستم قائمه اسمها فايل، فايل تاب، بنسميها فايل تاب او بنسميها باك ستيج زي ما مايكروسوفت بتسميها، هي القائمة الوحيدة اللي ظلت معايا. بضغط عليها تنسد القائمة زي النظام القديم، واضطر ادخل في الاوامر المكتوبة بالشكل ده. اذا فايل تاب بقدر اضغط عليها بتنسدل زي النظام القديم بقى، وبضغط على باك السهم تاني، او بضغط عليها تاني، او بضغط على اي روبن عشان، او حتى سكيب عشان ارجع للمستند مرة اخرى. اللي فضل من الواجهة القديمة هي فايل تاب، ومن خلالها ممكن استخدم الاوامر برضو القديمة زي سيف از على سبيل المثال. لكن الجديد هنا عندي في الواجهه ان سيف از اصبح عندي مكانين، في زيس بي سي على الكمبيوتر ده ممكن احفظه على اللوكال ماشين على جهازي المحلي، او احفظه على الكلاود او الدرايف بتاعتي. لازم يكون عندي اكونت وبيعرف اذا في انترنت كونكشن، في اتصال بالانترنت عشان يقدر يخزن على السحابه ولا لا، عشان اقدر اخزن في الحاله دي على زيس بي سي الجهاز بتاعي. ممكن بعد كده اعمل براوز، ولما اقول له زيس بي سي واعمل براوز واشوف هحطه في انهي مكان على البي سي. لو انا ضغطت في النظام القديم في 2010 مثلا على فايل سيف اس بيفتح لي سيف اس دايلوج بوكس على طول، لانه ما عنديش الاختيارات اللي موجوده عندي دلوقتي. عندي اختيارين، اما احفظه على الانترنت او احفظه على الجهاز المحلي. انا هنا بشوف بختاره ازاي، وطبعا ممكن
اثبت مكان الحفظ الافتراضي بحيث يفتح لي عليه على طول، وممكن اتعامل مع الحفظ مباشره من خلال ايقونه الديسك دي اللي هي سيف او اختصارها كنترول اس، بيفتح لي على طول سيف از، وبختار المكان. ممكن اقول له هنا ذيس بي سي على الجهاز بتاعي، وبعدين اقول له هنا طبعا هنا ماي دوكيمنت هو المكان الافتراضي، واللي يكتب يلا الفايل نيم هير، بكتب اسم الملف بالشكل ده، وهنا التايب او الامتداد بتاعه فتح لي هنا ماي دوكيمنت. ممكن اقول له براوز في الحاله دي لو عايز اغير المكان، واقول له على سبيل المثال على الديسك توب وهكذا، وفي النهايه بعمل سيف او سيبته بالاسم الافتراضي بالشكل ده، جاب لي الاسم ده، وهنا قال لي سيفد تو ذيس بي سي، عرفني انه محفوظ على الجهاز ده مش على الكلاود او على الدرايف بتاعتي. قبل ما بدانا الشغل مع البرنامج تعرفنا على الانترفيس او واجهه البرنامج، وده شيء مهم جدا بيسهل عليا التعامل مع البرنامج. عشان نتابع الفيديو القادم وبقيه الفيديوهات نشترك في القناه.